لقاء النقيب ده بنرتقبه من زمان، لان كفر الشيخ له مطالب عنده، وهو من اشد يعني المؤيدين والمعجبين بمحامي كفر الشيخ، ويكررها دائما لانهم ملتزمون ولا يسونك لديهم. وبالتالي نحن ايضا في شوق الى انتظار سياده النقيب لنعرض عليه طلباتنا المحدوده والمعروفه، فضلا عننا انا شخصيا بصفه خاصه يعني اشعر بحب وانتماء شديد جدا الى نقيب الاستاذ سامح عاشور، نظرا لما حققه لنقابه المحامين العامه ولكل المحامين على مستوى الجمهوريه من انجازات في خلال الفتره الماضيه، ومنها على سبيل المثال للحصر تعديل قانون المحاماه بما تضمنه من ضمانات للمحامين، ده نمره واحد. ضمانات ملحوظه ومعروفه في الاول، ما يطالع التعديلات الموجوده في قانون المحاماه هيجد المكاسب التي لاز بها المحامين من جراء هذا التعديل، دي واحد. اثنين، ان تنقيه الجداول وهو امر كان عسيرا من قبل، الا ان سياده النقيب اقتحمه وبشجاعه وجراه يغلب يحسد عليها، واستطاع بالفعل ان يتمم العمليه ويرسي بها الى بر الامان في سبيل تنقيه جداول المحامين. ثلاثه، زياده المعاش في حده الادنى والاقصى، حيث اصبح الحد الادنى 1000 جنيه والاقصى 3000 جنيه، وهو مبلغ لم تصل اليه النقابه من قبل، بالاضافه الى نسب الزياده تزداد بعد كده بصفه مضطرده او يعني على طول كل سنه بيزداد نسبه معينه. يعني بقول ده جزء من الانجازات اللي عملها سياده النقيب. ايضا لا يفوتنا ان المبنى الجديد اللي بيتعمل في نقابه المحامين في النقابه العامه في شارع رمسيس ايضا بيعتبر من الانجازات التي تمت في عهده، وكذلك تقويه معاهد المحاماه والاكاديميه وما الى ذلك، او يعني بالاضافه الى الكثير من هذه الامور. كل ده بيخلينا اولا يعني بنتجه الى ان هذه سياده النقيب العام للمحامين سامح عاشور انجز كثيرا وكثيرا وكثيرا مما يحمد له، واحنا منتظرين سيادته وفي لقاء في مترقبين وصوله ان شاء الله. والله هناك اكثر من عرض، لكن في عرض محدد يعني اعتقد انه افضل العروض. سياده النقيب النهارده قال ان هو هيشوفه بنفسه ويطلع اذا هذا المكان، وعندنا بدائل اخرى كثير، لكن عشمنا الاول او هدفنا الاول هو الوقوف على هذا الصرح المبني والقائم بالفعل الذي يجنبنا كثيرا من مشاكل الترخيصات وما شابه والبناء وما شابه.